أنا شاب متزوج وقد تبول طفلي في عدة أماكن من الفراش الموجود في المجلس، وأعرف بعض مواقع التبول والبعض الآخر لا أعرف موقعه من الفراش، حتى أنني شعرت أن جميع الفرش غير طاهرة، فهل يجوز أن أسير على الفراش وأنا متوضئ للصلاة، علما بأن المواقع التي أعرف موقع البول فيها غسلتها بالماء بمقدار كأس من الماء وأمسحه بعد ذلك، وهل علي إعادة الوضوء مرة أخرى أم ماذا أفعل؟ أفيدنا جزاكم الله خيرا. إذا كان السائل كما ذكر قد غسل مواطن النجاسة بكأس من الماء وأزال أثرها فلم يبقى حينئذ النجاسة، فعليه أن يمشي على الفراش ورجلاه فيهما رطوبة من الوضوء، لا حرج عليه في ذلك، لأنه يقول إنه أزال النجاسة وغسلها، ويقول بعض أماكن أزالها والبعض الآخر يشك. أما إذا كان بقي أماكن من النجاسة لم يزلها ولا يعلم مكانها فإنه يتجنب هذا الفراش كله، لا يطأ عليه وهو رطب الرجلين. نعم. لأن الرطوبة هذه تتأثر بالنجاسة وتسري النجاسة من مكانها إلى القدمين المترطبتين. أما إذا كانت رجلاه يابستان، إذا كانت رجلاه يابستين بعد الوضوء فلا مانع أن يمشي على الفراش. نعم. لأن اليابس لا يتأثر بالنجاسة. كان البول قد يابس أيضا. والبول أيضا يابس والرجل. نعم. يابسة، حينئذ لا يحصل محذور. نعم. لا يحصل محذور. ولو استخدم النعلين أو المداس ولبسهما توقيا لهذه النجاسة يكون هذا أحوط له وأبعد. فالحاصل أن هذا يختلف باختلاف النجاسة، إن كانت النجاسة رطبة ومعروفة يتجنبها. نعم. إذا كانت النجاسة غير رطبة وخفية في هذا المكان وكانت رجله يابسة فلا حرج في ذلك أن يمر من على الفراش. وإذا كانت النجاسة يابسة ورجلاه مترطبة والنجاسة خفية لا يدري في أي مكان فإنه لا يدوس على هذا الفراش إلا بحائل بأن يلبس. نعم. النعلين وما في حكمهما. بالنسبة لإعادته للوضوء بعد وطئه للمكان، وكما أشرنا إذا كان هو لا نأمره بإعادة الوضوء لأننا لا نتيقن أنه وطئ نجاسة، والأصل بقاء الوضوء وبقاء الطهارة، الأصل أنه على طهارة. نعم. وكونه مشى في مكان مشكوك فيه نجاسته ورجلاه مترطبتان ويخشى أن يكون قد داس على النجاسة، ولكن لا نتيقن هذا، نقول الأصل بقاء الطهارة واليقين لا يزول بالشك إن شاء الله. إنما لو اتضح أنه وطئ فعلا مكانا نجسا، إذا اتضح أنه وطئ المكان المتنجس ورجله. نعم. رطبتان فإنه يعيد الوضوء، يعيد أنه حينئذ يكون تأثرت رجله بالنجاسة. نعم.